النهاردة هنكمل شرحنا ازاي نخلي الاتنين VTH يتصلوا من زرار واحد، من بوتون واحد. ازاي نعمل الكلام ده؟ هنيجي هنعمل واحد ماستر واحد اكستنشن، تمام. انا هخلي ده ماستر، بدوس هنا على السيتنج لمدة 10 ثواني، بطلب من الباسورد، كنت عملتها قبل كده في الفيديو اللي قبل كده من 1 لحد 6. باجي على الـ VTO VDH configuration، بخلي ده الماستر، تمام، وليكن مثلا الروم نمبر 990-0. السيب سيرفر زي ما احنا قلنا هيبقى 112، اللي هو بتاع الـ VTO VTO، تمام. نفس الكلام الـ VTO configuration، اهم حاجة الـ IP الـ username والـ password بتوع الـ VTO. بعد ما خليت ده الماستر، هاجي هنا واعمل ده extension، برضه ادوس على السيتنج 10 ثواني قصدي، واكتب الباسورد. هنا بقى الفرق، التركية كلها هنا، ده بخلي ده اكستنشن، تمام، واعرف خليني فاكر ان ال IP الماستر هنا كان 21، بخليه هنا IP ماستر 21، يعني مثلا 261.1.21، واليوزر نيم بتاعي ادمين والباسورد من 1 لحد 6 اللي هو بتاع الديفايس. اكستنشن زي ما احنا قلنا كده، سيب سيرفر كل الاعداد بتاعتي زي ما هي. باجي على الصفحة بتاعت الـ VTO، واكتب اليوزر نيم والباسورد. باجي على اللوكال سيتنج، بعدين الهاوس سيتنج روم نمبر، بضيف هنا التو ديفايس بتوعي. طيب ازاي بضيفهم؟ بضيفهم من هنا، بعمل اد واكتب الروم نمبر هنا، ده الروم نمبر بتاعت الـ VTH الأولانية، والتانية هتبقى 1، تمام. وبعد كده بدوس سيف. طبعا أنا ضيفهم قبل كده، مش محتاج إن أنا أضيفهم، أوكي. باجي على لوكال سيتنج، وأضيف البوتن، وأضيف الروم، وبعدين أدوس سيف. ده بالنسبة لو انا عاوز اخلي الاتنين VTH يتصلوا من على بوتون واحد. طيب هنجرب مع بعض. انا دلوقتي هدوس على البوتون رقم 1. زي ما احنا شايفين كده، هو اتصل معايا على الاتنين